السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في أطباق أم تسنيم. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا دي كيش بالدجاج. أنا عندي لهنا راح ندير لاباط بغيزي. عندي لهنا 250 غرام تاع لامارغار، تاع عفوا تاع لافارين، 250 غرام. لما قستها بالملعقة الله أعلم 8 ملاعق كبيرة هكذا تكون بومبين، وهم يجوني 8. 250 غرام. عندي هنا لامارغارين 125 غرام. عندي القرصة ملح ونلم العجين بالماء، الماء عادي بارد. انا راح نديرهم دي ميني كيش في هذا ليمون انديفيديوال، تقدروا ديروا نتوما نورمال كبيرة عفوا. دوك نبداو نديروا الملح. اول حاجة نملحو، نديروا دوك نقطع الزبدة قطع صغيرة. هاي لك الزبدة تاعي بعد ما قطعتها هكدي مورسو. دوك نحاول نخدمها مع لافارين مليح، ندخلو في بعضاهم انا حتى نحصل على خليط يكون مرمل، يسمى الزبدة هذيك تدخل لي في كل حبة تاع الطحين. لهنا بعد ما دخلت الزبدة هذيك مليح في الفارينة، هاي لك نحوسو خليط يكون هكذا مرمل بالطريقة هذه، يسم الزبدة تقيس الفرينة كامل. دوك نعاود نجمع بالماء، الماء هنايا عادي من الحنفية، ما نكثروش، نروحو غير بشوية برك، بس كي أصلها هاي لك تلقيها بخاسك من الموما. لموها عادي، تكون عادي، نقدرو نخدمو بها عجينة نورمال. هاي لك العجينة تاعنا بعد ما لميتها تكون ملمومة فقط، يعني هاي لك طرية شوية وهي غير مجموعة، يعني ما تكثريلاش الماء، يا ربي زوج ملاعق فقط. المشكل انه الغاشي يكب الماء ليه ليه ومن بعد تجيه جارية ولي في مشكل هكذا، والو يا ربي زوج ملاعق تاع الماء، روحوا بالملعقة فقط هكذا. انا نخليها دوك تروبوزي، نغطيها بلاستيك خليها تروبوزي 10 دقائق بعد ما نوجد الحشو. لهنا الحشو، انا الحشو راح نديرو بالدجاج كيما قلت. عندي لهنا صدر الدجاج، انا عندي ما درتش الصدر كومبلي، كانت الدجاجه صدرها كبير بزاف، درت غير النصف، يعني على حسب افراد العائله تاعك. انا العائله تاعي صغيره، لهنا درت قطع صغيره جدا، ولهنا الاخت الثانيه تقدر ترحيه، انا ما رحيتوش برك، يعني هانلك مكعبات صغيره خلاص. عندي لهنا بصله، انا بصله متوسط الحجم ما قطعتها قطع هكذا، وعندي فصين ثوم ولا ثلاثه لهنا مرحيين. عندي قطعه جامبو مرق دجاج، عندي لهنا الكركم، وعندي الفلفل الاسود. الملح مانيش راح ندير خاطر لهنا المرق هو اصلا مالح. نحط في مقله فيها الزيت، نذب البصل تاعي ونرمي عليه الدجاج. دوك نروحو كيف كيف للكوشه. لهنا راني حطيت الزيت مع وحطيت لها حبه بصل اللي درنا عليها، والثوم والنار راهي ناقصه على الاخر. نخليها دوك حتى تذبل لي البصل، ومن بعد نرمي عليها الدجاج، ومن بعد باه نرمي لي زيبيس. لي زيبيس لهنا هاي لك الجامبو، ديروها هكذا فتتوها بين صباعتكم مليح، والفلفل الكحل كما قلنا، والكركم. هذا واش نحتاج الاخت لهنا، التوابل تحط واش تستراح، يعني ماشي شرط تقدر دير الحار ثاني، انا بناتي صغار ما نحطش الحار، هذا ما كان. لهنا بعد ما ذبل لي البصل دوك نرمي الدجاج تاعي. لهنا في الحشو كيما قلنا الاخت حره واش تحط، تقدر دير اللحم المفروم هنا بدل الدجاج. انا نقلب شويه هكذا ونحط لي زيبيس، لي زيبيس تاعي، ونحرك. لهنا نخليو الدجاج تاعنا يطيب على نار هادئه جدا. لهنا الاختي الا شفت راح ينشف وخافتي تحرق، زيد له شويه ما فقط، يعني حوالي ربع الكاس، تحطو تغلق عليه وتخليه حتى يطيب لها الدجاج مليح وينشف. دوك بعد نروحو نديرو لاباراي اللي نحطوها ليكيش. لهنا لاباراي اللي راح نحطوها على ليكيش، عندي لهنا زوج حبات بيض، وعندي لهنا زوج حبات بيض، ولا يعني عندي فلفل اسود، عندي لهنا المايورت ناتيغال، عندي لهنا الجبن دي بورسيون درت ثلاثه، وتقدري تزيدين الكميه تاعي قليله. عندي الملح، عندي لهنا نصف الكاس تاع الحليب، نشوف من بعد نزيدو ولا لا. دوك نحط
ما نكثروش الملح بسكرانا ملحين من قبل الحشو. نرش برك رشات، عندي لهنا نحط لهنا الوقت. تقدر تستبدل لايورت هذا بالكريمه، نخلط المكونات شويه. لهنا راني خلصت لافاري، هاي اللي كتبان لي ثقيله، دوك نزيد لها لهنا راهي نصف العلبه تقريبا تاع الحليب، ونضيف النص ونخلط. حوسوها تكون شويه خفيفه باه تدخل لنا في نص الدجاج. لهنا نحط الفرماج، لهنا الجبن الثاني تستعمل الاخت اللي تحب. من بعد نزيدو نربيو على الوجه. لهنا هكذا مليحه، يا ربي حطيت ملعقتين من الحليب. لهنا القوالب تاعي راني دهنتها بشويه زبده، بورتو راني طير تاع هذا قاعده، ولكن يعني نخافو. لهنا العجين وزنت حوالي 40 غرام للوحده، دوك عادي نديرو الطريقه هذه. انا نحب هذه الطريقه تجيني سهله خير، خير من اني نطرح العجين باك نولي نقطعو بالقوالب ونولي نحطو ساعات تجي كبيره وساعات صغيره. فهذه الطريقه نوزنهم، وتقدر الاخت تجرب، ماشي شرط اللي عندهاش الميزان عادي، ماشي شرط توزن، تجرب دير كره هكا وتحطها في وحده وتدير القوالب الباقيين بنفس الطريقه، يعني عينها ميزانها على الكره اللي دارت الخطره الاولى، جهه سهله. انا نواصل نكمل الطريقه هذه، ها هكذا اسهل واسرع، ومن بعد نشوفو. لهنا راني كملت القوالب تاعي كامل، يعني ما خذتليش وقت، ودوك بالشوكه هكذا الطريقه هذه فيكيهم حتى الجوانب. دير نفس العمليه مع الحبات كامل. دوك الحشو تاعي وبخسك وجد راه نشف، انا مزدتلوش الماء ليه طاب بس مقطعتهم قطع صغيره جدا الدجاج، قلت لكم الاخت تقدر ثاني حتى ترحيه. دوك يوجد لي الدجاج ان شاء الله نجيو نشارجيو كيف كيف الحبات. انا نواصل بيكيوهم كامل نفس الطريقه. اذا هاولك الدجاج تاعنا بعد ما وجد راهو ساخن، ممكن الفاري يجيكم الكاميرا. لهنا هاولك لاباغراي اللي خدمتو، كيف هنا عندي الفرماج رابي. دوك نبداو نشارجيو تاعنا في كيش. بسم الله نحط كميه من الدجاج، هنايا الاخت تقدر تضيف معاه الجبن، طبعا هي حره واش راح تضيف، هذا اختياري. راح ندير معاكم هكذا زوج حبات ونكمل من بعد الاخرين. هاك الطريقه هذه شرجيوهم. لهنا هذه لاباري حتى شوفوها على الملح، ذوقوها وذوقوا الدجاج تاعكم وشوفوا ديروا توازن. هكذا عفوا حط شويه جبن، انا هذا الجبن عندي الشيدار هنايا، الاخت تستعمل اي جبن تحب، حتى الخاص بالبيتزا ثاني ومليح، كاين انواع فيه هايل تفيقلوش خلاص باللي يعني. هاك انا دوك نكمل كل الكميه اللي عندي ونشوفوهم من بعد قبل ما ندخلهم الفرن. اذا لهنا هاولك بعد ما شارجيت كامل لي بياس تاعي، دوك ندخلهم للفرن يطيبوا على درجه 160 درجه تقريبا. هكذاك دوك الدجاج راهو طايب، ولافاري هذيك غير تنشف برك ويطيب لنا العجين هذا مكان. دوك بعد ما يطيبوا ان شاء الله راح نشوفوه. اذا لمن يكيش تاوعنا هاملك،
بعد ما خرجتهم من الفرن. انا قلت لكم درتهم على درجه حوالي 160، يعني يكونوا ناقصين كلي راح نطيبي موسكوتش ولا انا حتى نشوف من بعد نفتح عليهم واحد 20 دقيقه كي نشوف لاباط بلي نشفت ثم نقوي لهم للنار نعليها لهم حوالي 200 درجه حتى يتحمروا لي باللون هذا، ياخذوا اللون هذا الدوغي شباب. ثم كساعة بعد ما يتحمروا لي نزيد نشعل لهم الفوق يتحمروا كامل بالطريقه هذه ونخرجهم. انا تزيين بسيط درت غير حبات تاع الزيتون ويخرجوا والله يبارك. نتمنى يا ربي يعجبكم. راح نحل حبه معاكم ديجا هذي هاي لك يخرجوا الله يبارك يشهيو ولاباط ناجحه 100%. كاين اللي تخوفوا منها بزاف ايسونسيال. نتمنى يكون عجبكم الطبق تاع اليوم ديكيش الدجاج. هذه هي وصفه اليوم. الى عجبتكم وصفتي شاركوا في قناتي ليصلكم كل جديد مني ودمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم.